بسم الله الرحمن الرحيم. طبتم وطاب محياكم أعزائي متابعي قناة اعرف دينك. ورد في الأثر عن كليم الله موسى عليه السلام أنه ناجى ربه وسأله: ربي ما تحب وما تكره؟ قال ربه: أحب الخير كله وأكره الأسود والسواد. وهنا توقف موسى عليه السلام وتذكر أن له كلب أسود ليس به إشارة بيضاء، ولكنه يحب هذا الكلب حبا شديدا، فهو يرعى به ويؤنسه ويعتمد عليه. فقرر موسى عليه السلام أن يتخلص من كلبه لأن الله يكره ذلك، فصعد إلى الجبل وغرس عصاه ومتكأه وربط كلبه ونزل وتركه. وبعد فترة اعتصر الألم قلبه واشتاق إلى رؤية ما بقي من صديقه الكلب القديم، فصعد إلى الجبل، وكانت الدهشة والمفاجأة أن الكلب ما زال حيا. الكلب ما زال حيا، وقد تحولت عصا موسى عليه السلام إلى شجرة مورقة، وأمامه بركة صغيرة بها سمك يأكل منه ويشرب. فتعجب موسى عجبا شديدا وعاد يحاور ربه ويناجيه، فكانت الإجابة من الله: ما خلقت عبدا لأنسى. إنها رحمة الله، إنها رحمة الله وقدرته وحبه لجميع خلقه. أعزائي متابعي قناة أعرف دينك، إذا أعجبكم المحتوى رجاء وضع لايك، ولا تنسونا بتعليقاتكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك.